بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم حيكون موضوعنا بجهة كاردو باسكولار ديسوردر، أمراض القلب عند الأطفال. بداية سوف نتكلم على الكونجنتال هارت ديزيز، مشاكل أو عيوب القلب الخلقية. كونجنتال هارت ديزيز أو ديفكت is one of the most common form of congenital anomalies. تعتبر هي واحدة من أكثر أمراض congenital disease شيوعا، هي congenital heart disease. It involves the heart chamber, valve and vessel arising from the heart. العيوب الخلقية اللي ممكن تكون في القلب ممكن تكون chamber بمعنى في البنتركل، يعني two ventricle two auricle. واحدة من هذول أربعة ممكن تكون في الصمامات، والصمام بين مجرى الدم في القلب يمشي بصمامات between the auricle and ventricle. في عندنا صمامات tricuspid valve في ال right side، والأول هو mitral valve في ال left side. And vessel arising from the heart برضو في الأول ده، والشرايين اللي بتنمو من القلب وبتطلع من القلب. يعني الكونجنتال هارت ديزيز هي واحدة من أكثر الأمراض الكونجنتال ديزيز شيوعا، الأمراض الخلقية شيوعا، وممكن تحصل في جميع أجزاء القلب. طب إيش الأسباب اللي ممكن تكون، أو يعني خلينا نقول أشياء مصاحبة ومش يعني سبب مباشر، ومش حتقدر تحدد. لكن شايفين يا شباب وشابات ايش الصعوبات اللي بنواجهها. يعني خيار صوت الظهر عندنا اكيد، يعني اخترق الجدران وواضح في التسجيل، لكن عذرا. The exact cause of congenital heart disease is unknown in 90% of cases. 90% من الحالات السبب مش معروف، ولكن ممكن associated factor، عوامل مصاحبه associated factor for congenital heart disease include fetal or maternal infection during the first trimester، انه اثناء الحمل الفترة الأولى أول ثلاث شهور صار الطفل الانتراوتران فيتال صار عنده انفكشن أو ماتيرنال انفكشن، خصوصا الروبيلا الحقبة، ممكن يكون هذه سبب. كروموزومال ابنورمالتيز ترايزم 21 1930 about 50% of children with Down syndrome have congenital heart disease. كروموزومال ابنورمالتيز زي الداون سندروم ممكن يكون او 50% منهم هذول في عندهم congenital heart disease. maternal insulin dependent mother، المدر اثناء الحمل او في عندها ست مريضة سكر تعتمد في العلاج تبعها على الانسولين، ممكن اطفالها المولودين او الحمل اثناء فترة العلاج بالانسولين يكون عندها سكر. في عندنا بعض الروماتويد disease the systemic lupus erythematosus SLE، لو كانت المضر حامل هذا المرض او مصاب بهذا المرض ممكن يكون associated factor. عندنا احيانا teratogenic effect of drug، طبعا ممكن الكحول، امفيتامين، استروجين، ليثيوم فيتون، بروجسترون and some acid تبع selective serotonin update inhibitor. والبالبوريك أسيد في بعض الحالات هذه يكون مصاحبة لأطفال انولدوا وأمياتهم كانوا يأخذوا علاجات معينة أثناء الحمل. دكتور سارتر جوسف والفرامون أوغان هذول موجودات في الانتريوتران سيركوليشن، بسكرن 48 ساعة بعد الميلاد. VS بالمينر ستينوزيز بالمينر عاطف في دقاق. BVR بالمينر باسكولار ريزيستان، طبعا بالمينر باسكولار ريزيستان كل الأورطة اللي كل الأورطة والشرايين فيهم نوع من البرشة. CVC سيفير فينا كافا. TA ترايكاسبس فالف أتريزيا، طبعا ترايكاسبس فالف أتريزيا أن هذه الترايكاسبس فالف الموجود بين ليفت أتريام رايت أتريام أند رايت فنتركل. TAVAB VVR Total Anomalies Pulmonary Venous Return. TGA
تكلمنا عليه قبل شويه في الحالات الصعبه congenital heart disease transposition of great arteries. transposition of great arteries مين؟ ان الاورطه بدل ما يطلع من left ventricle بيطلع من الرايت ventricle من الرايت ventricle. والبلمونري البلمونري ارتري بدل ما يطلع من الرايت ventricle بيطلع من left ventricle. تترولوجي اوف فالوت طبعا هذه رباعيه فالوت حنتكلم عليها بالتفصيل. رباعيه بمعنى انه في اربع ديفكتس في الهارت هنتكلم عليه بالتفصيل. تترجي الفيت في اس دي فنتركل سيبتال ديفكت هي فتحه غير طبيعيه بين المطرفين. كومون كونجنتال هارت مالفورميشن هنتكلم عن الكومون اكثر الامراض شيوعا، لكن في عندنا هلا كلاسيفيكيشن اوف كونجنتال هارت ديزيز تقسيمات. طبعا ممكن نقسمهم ل 3 جروب. Congenital heart disease can group into three categories. Asymptomatic congenital heart disease. Asymptomatic بمعنى انه congenital heart disease موجود ولكن في عدم حصول الازرقاق عند الاطفال. There is increased pulmonary blood flow due to left to right shunt. Left to right shunt. في asymptomatic heart disease الشنط بيكون left to right، يعني من الضغط الاعلى في الليفت الى الضغط الاقل في الرايت، واحنا بنعرف انه الليفت يكون اكسجينيتد بلاد والرايت نون اكسجينيتد بلاد، يعني بصير قله في الاكسجينيتد بلاد للجسم ولا يعني ذلك انه يصير عنده الطفل ازرقاق. يعني هو لما نكون في عندنا ليفت تو رايت شان بتكون الكونجنتال هارت ديزيز اي سنتي بدون ازرقاق. منها ventricular heart ventricular septal defect atrial septal defect beta ductus arteriosus arterio ventricular canal. هذول asymptomatic heart disease بمعنى انه الشنط left to right من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل يكون shifted or blood. asymptomatic heart disease there is diminished pulmonary blood flow due to right to left shunt. البلد فلو في البلمنة ارت بقل نعطوه في شيفتنج اوف بلاد من الرايت للليفت من نان اوكسجينيتد دل اوكسجينيتد، عشان هيك بصير عند الطفل سينوزيز. تترالجي اوف فلوت بصير تراي كاسبس فالف اتريزيا ترانزيشن اوف جريت ارتريز وهايبوبلاستيك ليفت هارت سندروم. هذول الكونديشن الاربعه اللي بيكون غالبا سينوتيك هارت ديزيز لانه في عندنا right to left shunt. في عندنا obstructive lesion انسدادات اذا هنا asymptomatic وsymptomatic وobstructive. coarctation of aorta رخاء الاورطة aortic valve stenosis الاورطة مكان خروج الاورطة في left ventricle. في عندنا هنا valve الفالف هذه يكون فيها stenosis. pulmonary valve stenosis برضه من مكان خروج البلمونري ارتي من الرايت فنتركل في ضيقات او كونجنتال مايترال استنوزز المايترال فالف بكون فيها ضيقات. طبعا عندنا هنا في عندنا صوره توضيحيه لسينوتيك والاي سينوتيك هارت ديزيز كلاسيفيكيشن وكونجنتال هارت ديزيز اي سينوتيك وسينوتيك والاي سينوتيك في عندنا increase pulmonary blood flow وهنا في السينوتيك decrease pulmonary blood flow. الشغلتين مهمة. لما يكون عندي increase pulmonary blood flow بيكون disease asynotic بيكون left to right shunt pulmonary، لكن decrease pulmonary blood flow بيكون right to left shunt فبصير عندنا synotic heart disease. هنا obstructive coarctation aorta atrial stenosis pulmonary stenosis هذول asynotic ما بصيرش فيها سينوزز. في عندنا الميكسد بلاد فلو برضه هنا في الميكسد برضه بيكون ايه برضه جزء من السينوزز. هذه صورة توضيحية أكثر لتقسيمات الكونجينيتال هارت ديزيز. كونجينيتال هارت ديزيز اللي هي رايت تو ليفت شنط سينوتيك سينوتيك تترولوجي transus arteriosus transposition of great arteries tricuspid valve atresia left to right shunt asymptomatic
هات الاسبتال ديفيك وانترك الاسبتال ديفيك بي دي اي كواركتيشن اوف اور تايم. طبعا هذول يعني صوره توضيحيه للسينوتيك والايسينوتيك، ولاحظوا انه 4 تي اللي هي في حاله السينوتيك، في حاله السينوتيك تترولوجي ترانسانس ترانسبوزيشن ترايكاسباس فالف اتريسا. لما نكون decrease pulmonary blood flow في cyanosis، لما يكون increase pulmonary blood flow في cyanotic. ولما نقول infective endocarditis بدنا نعمل ايش؟ عملية prevention لل خلينا نقول الانفكشن ممكن تحصل عند الطفل، ومشكلة الانفكشن تحصل عند الأطفال لو بداية الريسبيراتوري سيستم لاحظت عندنا التونسولايتس والابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، هذه ككومبليكيشن انها ممكن يكون الاندوكارداتس والمايوكارداتس، ناخذ بالنا منها وناخذ ايرلي مانجمنت لاي شغله بتحصل من الطفل عنده كونجنتال ديزيز حتى لو كانت سمول كومبليكيشن يصير عنده اندوكارداتس مايوكارداتس، ايش احتماليه حصولها عالي جدا عند هؤلاء الاطفال. سيرجيكال انترفنشن، طبعا سيرجيكال انترفنشن فالفوتومي، طبعا هذا الفالفوتومي ممكن منطقة الفالف نوسعها او ممكن مايوتومي او مايوكتومي او مايوتومي، ممكن عملية توسيع للبالون، ممكن عملية يكون منطقة الباب هذه نقص يعني ريسكشن اند ري انستموزز، وعملية احيانا ريبليسمنت الفالف زي ما بصير اورتك فالف ريبليسمنت. Complication, surgical intervention, congestive heart failure and pulmonary edema, dizziness, life hiddenness and syncope, palpitation, arrhythmia, infective endocarditis and sudden death. هذا ممكن يكون complication لكل congenital heart disease engine. Thank you. ليك ممكن نكون أخذنا مقدمة على الكونجينيتال هارت ديزيز. شكرا.